عشان نكون واضحين مع بعض، لما بتدخلوا بعالم البرزنتيشن او البرزنتينج في كتير شغلات ممكن ايش تدخلوا فيها، طبعا من لغه الجسد، من نبره الصوت، من الطريقه اللي بتحكوا فيها، من صوتك اللي بيطلع صوتك اللي بينزل، في كتير تكنيكال ستاف سموها شغلات تكنيكال ممكن نحكي فيها، وفي كتير شغلات مو تكنيكال. يعني اليوم ممكن انا والله اقعد معكم واحكي لكم البرزنتيشن لازم يكون 1 2 3 صح، ممكن اجي احكي لكم طب تعالوا حبايب هاي البرزنتيشن، اول شيء تحكي عن الشركه، بعد شوي تحكي عن هيك، بعد شوي تحكي عن هيك، هاي شغلات تكنيكال. الهدف من اي برزنتيشن انه الصوره تكون واضحه. طبعا هلا البرزنتيشن بتتقسم لنقطتين، تو بوينتس او طريقتين، اكيد عندك ال1 تو 1 وعندك الجروب برزنتيشن، عندك ال1 تو 1 وعندك الجروب برزنتيشن. كثير ركان كثير ناس تسالني ركان كيف صرت منيح بالبرزنتيشن او كيف صرت منيح بالبيتشنج، لانه البرزنتيشن ان جنرال احيانا ممكن يكون دقيقه، احيانا ممكن يكون ساعه. اكتبوا لي هاي كثير كثير مهمه. البرزنتيشن ممكن يكون دقيقه وممكن يكون ساعه. ويس احيانا البرزنتيشن بيكون عباره عن بيكينج انترست، عباره عن ان انا عم بعطي برزنتيشن بدون ما اعطي برزنتيشن. يعني اعطيكم اكزامبل صغير، اعطيكم اكزامبل صغير. من الانواع البرزنتيشن اللي انا بعملها برزنتيشنز غير مباشره، تمام؟ برزنتيشنز غير مباشره. البرزنتيشنز الغير مباشره ما بدخل طلب الموضوع على السريع، ما بتدخل بصلب الموضوع. ليش؟ لان معظم الناس تدخل على السريع بصلب الموضوع وما بتعطي الشخص، ما بتعطي الشخص الشغلات اللي ممكن يشيلها بعقله. طبعا احنا هيك لك حنحكي شوي اللي حكتب لكم اياها، بس انا بدي اياكم تكتبوا الهدف تبعكم قبل ما نبدا. الهدف تبعكم مو تبع الهدف العادي، الهدف شو بدك تكون ماخذ باخر المحاضره هاي، اكتبوها على ورقه وقلم وبعدين حطوا لي اياها بالتشات. لما انا احكي انه بدي اعلمك البرزنتيشن، شو الشغله اللي بدكم تتعلموها؟ اكتبوها على الورقه وانا حطوا لي اياها عشان ناخذ البوينت كلها. بعمل ايديفيكيشن للشخص الاول، حلو. اسلوب الاقناع الغير مباشر، جميل. الواقع، حلو. ايش الاقناع وكيف تتعامل مع الناس، حلو. اقناع المستمع بطريقه ذكيه، نبره الصوت، كيف تقدم بدون ملل، حلو. كيف لا نخسر تركيز الاشخاص، حلو. طريقه الالقاء الصح، حلو. كيف يكون الشرح مؤثر يؤدي التسجيل، حلو. اقناع اميزنج. طيب انا عندي دايركشن بالشو اللي تعمله. طيب حلو، امداح الشخص، ذات شخص حسب ما هو يفهم، اميزنج. طيب شو رايكم نبدا بال1 تو 1 بعدين نقلب جروب؟ نقلب ال1 تو 1 كيف نحكي مع الناس 1 تو 1، كيف نحكي مع الجروب؟ مين عمره قاعد معي 1 تو 1؟ مين عمره قاعد معي 1 تو 1؟ حلو. ايش الشغله اللي بعملها كثير لما نعمل 1 تو 1؟ مين بيعرف؟ عندي سر، سر. عندي سر. في واحد حكي بتحرك كثير. الله يسعدك، هذا من الجيم يا غالي، بتحرك من الجيم. ستوري، انا سلاحي دائما وابدا الستوري. طب احكي لكم، ما دام انه ستوري احكي لكم ستوري. مستحيل انسى هاليوم عشان نحكي عن الستوري. طيب بتذكر احمد لما كان كنت احمد نوفل لما كان جديد، او بلاش نحكي عن انا ايامي وانا لما كنت جديد. بتذكرها زي امبارح، في مره لما بداياتي بالبزنس ما عرفت اوصل فكرتي للناس، وكان دائما اعمل برزنتيشن يقلبوا نيجاتيف بدل ما يعملوا بوزيتيف. مين مره قعد مع شخص قلب نيجاتيف قبل ما يكون بوزيتيف؟ يعني انه يا ريتني ما دخلت معاه. قال انه كان شخص بوزيتيف بعدين تدخل معهم بيقلبوا نيجاتيف او بصيروا بفكروا مره ثانيه بحالهم. كثير صارت معي. فايش كنت اعمل؟ كنت اجمع الناس ببيتي، اخلي كين ابلاين من اروع السبيكرز اللي ممكن تسمعوهم،
من اروع السبيكرز ممكن تسمعوهم، وانتم اكيد شفتوهم بمكالمه ريتش اللي فاتت. فدائما انا ابدا احكي 10 دقائق وبعديها ايش كان يجي ويعمل البرزنتيشن والكلوزنج، وكان دائما يعمل كلوزنج 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 وكلوزنج قوي. في مره من المرات مستحيل انساها، كان يوم خميس بالليل، كنت دائما اعملها الايفنتات تبعتي كنت اعملها يوم الثلاثاء بالليل وخميس بالليل، وها طبعا هل احنا بنحكي اوف لاين ما بنحكي اون لاين، بنحكي اوف لاين. ف البرزنتيشن الساعه 8 تمام، برزنتيشن الساعه 8 بالليل، برن علي 57 ما رديت، رنيت عليه الساعه 8 بحكي له ها قربت، بحكي ببعث لي صوره سيارته مش عم تشتغل، فبحكي لي شو يعني سيارتك مش عم تشتغل؟ ايش يعني سيارتك؟ مش فاهم، مش مستوعب يعني شو ما حتيجي يعني؟ قال لي ركان ما حلحق، اذا بدي اجيك بتاكسي بدي 40 دقيقه. طب كان احنا حنبلش؟ قال لي ركان دبر حال، بحكي لي if there's a will there's a way. طبعا يا اخوان اول مره اعمل برزنتيشن لحالي وبدي اعمل كلوزنج لحالي وا وا وا. اكون صريح معكم، طلعت الصراحه ما بعرف شو حكيت، يعني اذا 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 حاب اتذكر ما بعرف شو حكيت، بس اللي بتذكره انه كنت متحمس ونقلت حماسي لإلهم، وفي بعض الناس سجلوا وفي بعض الناس ما سجلوا. فهي كانت اول ستيب، بتطوري، لانه بعد هذاك اليوم رنيت على كيان قلت له انا ما بدي اشوفك بالبرزنتيشن اللي مره ثانيه، لانه خلص انا عرفت شو عم بسوي. طبعا ما كان احسن شيء بالدنيا لانه اللي سجلوا 2 وكان في تقريبا 30 واحد بس سجلوا 2. طبعا بعقلي انا خلص انه هيك انا عملت نتيجه والنتيجه هاي حتوصلني لمراحل. فهاي كانت بداياتي بتعليمي للبرزنتيشن. طبعا شوفوا بعمركم ما يعني ما بدي اياكم اليوم تاخذوا المعلومات وتحكوا والله انه الشغله هاي بعيده او شو اسمه، المعلومات حتاخذها اليوم حتكون جنرال سبيكينج سكيلز، والسبيكينج سكيلز هاي حتساعدكم باي شيء بحياتكم، لانه معظم الاحيان الناس ما بتفهم طريقه تلقائك ممكن يفيدك باي شيء بحياتك. مين دخل عندنا بالنتورك ماركتينج وحس انه والله مزح معكم، حس انه اللي تعلموا على النتورك ماركتينج ساعدوا بنقطه بحياته؟ يعني ما دخل حتى بالزبع مثلا، يعني انا بتذكر لما بلشت اتعلم طريقه الاقناع خلاص صرت يعني اي شيء بيصير معي عندي قوه اني بقدر ادخل مع الشخص فيها، ببني ريليشنز، ببني مدري ايش بوب 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 بنمشي الامور. وكثير صارت بالعالم العربي، فهمت انا كيف؟ حتى الناس تحكي لك والله شخصيتك تغيرت او طريقتك بالحكي تغيرت، ف شو شغله مهمه. فخلينا نحكي على ال1 تو 1 بعدين نقلب على الاشياء. فانا ببداياتي بالنتورك ماركتنج كنت دائما تركيزي انه كيف والله اقعد مع شخص 1 تو 1 يعني ما يكون عندي الرفض. حطوا اول قانون، ما بتنسوه دائما وابدا، بتبدا اذا 1 تو 1 بتخليهم هم يحكوا. ليش نخلي الشخص اللي قدامي يحكي؟ حطوا لي اياها بالتشات. ليش اهم الشخص اللي قدامي يحكي بدل ما انا احكي؟ في حدا بيحكي عشان يرتاح. ليش معلم فاتحينها ثيرابي؟ قال عشان يرتاح. قال يا حبيبي حبابي، البرزنتر القوي دكتور، الدكتور ما بتدخل عليه وبلش يحكي، شو بيسوي الدكتور؟ شو أول شغلة بسويها؟ بسألك شو مالك؟ مالك دخل يعني شو في؟ إيش عندك؟ شو بتسوي عندي؟ طب بسمعك
بفحصك بعدين بيعطيك الانسر. معظم الادارات مشكلتها انه لوك 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 بدخلوا وبرزنتيشن لكل انواع الناس زي بعض. بس اهم اشي انه رقم واحد افهم شخصية اللي قدامي او افهم شو محتواه الشخص هذا قدامي شو بده. طبعا احنا بنحكي على 1 تو 1 طبعا الجروب برزنتيشن صعب انك تفتح على 200 واحد وتعرف شو بده. فهمت على كيف؟ صعب تدخل على برزنتيشن كبير وتعرف بالضبط شو بده. فاول ستيب شو حكينا انه نكون ايش؟ رقم واحد اسأل بدك تشوف من وين داخلين. ليش بدك تسأل؟ عشان تعرف رقم واحد نوع الشخص البرسوناليتي تبع الشخص ايش يعني شخصية الشخص. طيب ايش الشخصيات؟ ركان في اربع شخصيات بدي اياكم تكتبوهم. اربع شخصيات بدي اياكم تكتبوهم. طبعا احنا نحكي على 1 تو 1 هون 1 اون 1. عندنا اربع شخصيات. مين بعرف الشخصيات؟ عندك اول شخصيه الاحمر الرد. ايش يعني شخصيه الاحمر؟ مين بيعرف شخصيه الاحمر؟ تركيزه الكامله والمتكامله الدولارات يا غوالي. الدولارات الادفيكيشن الستيجز اعطيه وصوريه شويه فيديوهات. اسمعوا ما حيسالكم على البرودكت حسجل معاكم. اسمع مني الشخص الاحمر تركيزه فقط احمر ما حيركز على برودكت. وريني شو عندكم، وريني كيف اعمل مصاري، وريني الستيج. اوب يلا هذا رقم واحد. نحكي عن رقم اثنين الازرق البلو. البلو ايش تركيزه؟ البلو دائما البلو بيحب الكوميونتي، بيحب الفن، بيحب الكلتشر، بيحب الهافينج فن. بتوري شويه تريبس ما تريبس، بتوري شويه كوميونتي، بتوري الناس اللي حوالينا، بتوري انه ممكن تعمل مصاري مع شويه فن مع شويه لايف ستايل. طبعا انا حبايبي صار لي شهر وشوي بالعالم العربي بطلنا نعرف نكتب انجليزي زيرو شمال. المهم اللون الثالث اللون اليلو الاصفر. اليلو الاصفر اليلو الاصفر اللون الاصفر دائما وابدا تركيزه شو بيكون؟ تركيزه على الهل. تحكي للشخص هذا انت ممكن تساعد كثير ناس، ممكن تساعد كثير ناس وناس حيساند كثير ناس وحتغير حياه الناس. ومن هاللغه مساند القلب الحنون قلب الام يا غالي. فهمتوا على كيف الهل؟ حتلاقي انا ان معك. يلا هذول نفس الناس اللي بيعمل مصاري بدهم يروحوا يساعدوا الدولفين. انه معلم لا تساعدش الدولفين، ساعدني انا بالله عليك حط شويه فلوس بيتي انا تمام بدي ساعده. قال الحيوانات المنقرضه معلم. طب انا اولى والله انا اولى تعال بالله عليك. فهذول اللي يلو. بعدين عندك اخر شيء اللي هو الجرين الاخضر. الجرين تركيزه على الديتيل على التفاصيل. التفاصيل كيف الكومبنسيشن شغاله، كيف الفوركس بيشتغل، كيف الكريبتو بيشتغل، ليش الشركه بتدفع مصاري، ليش هيك. فهدول الناس بدك تحكي معاهم بتفاصيل بنسب. والله الكريبتو اللي تعمل 1 2 3 والله بيصير هيك معك. تحط له ارقام قدامه ارقام تك 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 تك, 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 تك. بيصير يحكي على ارقام الشركه صار لها شو اسمه. الشغلات هاي كثير 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 مهمه. طب نعيد من اول. حكينا الاحمر شو تركيزه؟ حطوا لي اياها بالحبايبي لازم تكونوا معي. انا بس شايف كوتش فرح بالشات.
ايش فيه؟ وين الباقي؟ حكينا الاصفر شو تركيزه؟ سوري الاحمر شو تركيزه؟ الفلوس اميزنج اميزنج اميزنج. الازرق شو تركيزه؟ المجتمع، التواصل، الفن، الكلتشر اميزنج. الاصفر شو تركيزه؟ المساعد، ساعد كل الناس، ساعد كل الناس، ساعدنا فوق 60 واحد يعمل بلاتينم امباستور، وب 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 وب. السبورت، السبورت عالي، المساعدة. هذا اليلو. اللي جرين شو تفصيله او كيف تحكي معاه؟ يا سلام عليكم، تحكي معاه بالجرين، تحكي معاه بالتفاصيل، الديتيلز، النسب، البرسنتج. دائما تركيزهم على البرسنتج. هات الارقام، هات الارقام، هات الارقام، هات الارقام. طيب ندخل بلون ثاني، ندخل بلون ثاني. كل واحد كومبينيشن من التو. كل واحد فيكم عنده كومبينيشن من اثنين. حطوا لي بالشات شو الكومبينيشن تبعكم، شو التنتين اللي معاكم. شخصيتك بتكون في حدا بيحكي اصفر احمر واصفر، في حدا بيحكي اخضر واحمر، اصفر واخضر، ازرق واصفر، يلو اند ريد، 3 و4، 3 و4، يلو اند جرين. انت اسوء نوع. شو النوع هذا؟ اخضر واحمر، حبيت احمر وازرق. طب اسالكم سؤال، هذا تشالنج لكم. ركان ايش التنتين تبعونه؟ انا كركان ايش التنتين؟ 3 and 2. احمر وايش؟ ليه شوي حبايبي، احمر احمر واحمر، احمر وريد قال. لا يا اخوان، احمر واخضر. اوكي، ركان ازرق واخضر. لا واحد والله، شو الازرق واخضر؟ شوفوا، انا اعتقد انه احمر 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 وازرق. ليش؟ لانه انا اكيد في البدايه كان في تركيز على المصاري، بحب الفن بالبزنس، ما بحبش القرف في البزنس، فهمت علي؟ كيف بحب يكون فن. ولكن السؤال المهم، احسن نتوركرز بالعالم، احسن نتوركرز بالعالم، شو الالوان اللي هم مركزين عليها؟ احسن النتوركرز بالعالم، احسن المسوقين بالعالم، شو تركيزهم؟ كلكم غلط حبايبي. احسن نتوركرز بالعالم بيكون عندهم ايش؟ بيكون عندهم كله، كله. مين بيعرف بروس لي؟ بروس لي بيحكي لك بي لك وار، تكون زي المي. حسب الشخص اللي قدامك، حسب الايش بتاع كله. ايوان هو ده بتاع كله. حسب الشخص اللي قدامك تكون زيه. هحكيكم زي سر. مين جاهز للسر؟ حلو. من الأسرار اللي هتخليك قوي جدا بالون تو ون، أحسك فراش. من الأسرار اللي هتخليكم كتير أقوية بالون تو ون برزنتيشن، سيكرت مخيف. السيكرت هذا حبايبي اسمه سيكرت الميرور. سيكرت الميرور، شو يعني سيكرت الميرور؟ مراية. يعني اشوف هاي شغلات ادفانسد مخيفة يعني لقدام، بس عم بعلمكم اياها عشان ايش؟ ما حداش يزعل، ما حداش، عشان نكون اصفر مع بعضين. يعني لو شخص قاعد زي هيك، انتوا كيف تقعدوا؟ لو شخص قاعد زي هيك نفس القعدة، شخص قاعد زي هيك نفس القعدة، الشخص قاعد زي هيك نفس القعدة، الشخص بيعمل هيك، بيعمل كوبي اللي بيعمله، لأنه بحسكم مع بعض أو بحسكم قريبين من بعض.
إذا الشخص بكلامه كدكتور سمعت منه حابب أساعد الناس، حابب أعمل مصاري، حابب يكون في فن، حابب من كلامه بدكم تعرفوا إنه إيش، بدكم تشوفوا بالضبط شو. فأنا عم بحكي لكم بقوانين برزنتيشن قبل ما نحكي، لأنه معظم الناس مفكرين بكل ركان شو أحكي. الشغل مو بنت شو تحكي، الشغل أنت بدك تعطي تكون سنايبر. عارفين السنايبر؟ أكيد ما شاء الله الشباب العرب سنايبر، بدك تعرف وين تتقنص. معظم الناس بفكروا يكون معاهم رشاش 47 يس، حيكون في شوية ساينابس، بس القناص، القناص هو اللي بندفع له أكثر. الحكومة الأمريكية عملوا زي كامبينز، وإن معظم الناس اللي بتوصل للجنرالز، بتوصل للمراتب العليا، بيكونوا قناصين، لأنه بدل ما يكون معاه رشاش بتخطخ وين مكان، لأنه ممكن يضر واحد من الجيش. القناص عنده نقطة، استنى وبلقط نقطته. فهمت على كيف؟ في دكتور سنين حكت it's not what you say it's how you say it، يعني مش المفروض، مش انت شو اللي بتحكي، انت كيف بتحكي المعلومة حسب الشخص اللي قدامك. طيب تمام نمشي، لانه يعني انا اخذت فترة عشان افهمكم البوينت قبل ما ندخل بالايش، قبل ما ندخل بالصلب الموضوع. شغلات مهمة لازم تفكروا فيها ولازم تفهموها. طيب نعمل moving on. البوينت الثاني، لما احنا خلصنا المقدمة، من اهم الشغلات لما تكون مع شخص الستوريز، القصص. حتى لو عم تشرح شو هي الشركة، اشرح ستوري الشركة او ستوري انت كشخص كيف دخلت على الشركة. او إذا بتكون ماستر للبرزنتيشن اسمعوني كتير منيح. ليش احنا نحكي لازم تروح البوت كامبس، لازم تروح الايفنتس، لازم تكون حاضر على كل المكالمات؟ انه ما بتعرف القصة اللي ممكن تسمعها، اللي ممكن تتذكرها قدام الشخص. يعني انا لو قدامي واحدة نيرس تشتغل بمستشفى، فانا اوريدي على السريع حشرح لها قصة نيرس. ليش؟ انه حتكون كورليشن. لو والله واحد مهندس قدامي انجينير، بدي احكي معاه والله انه في عندنا واحد انجينير، فهحكي قصتهم. لانه انا لو قصت بعيد عنهم هتكون صعبه. فهمتوا على كيف؟ فلو في تشابه بتحكي قصتك. فاهم شيء الستوريز، والستوريز حبايبي تتقسم لثلاث تقسيمات. رقم واحد، يعني اذا انت بتحكي القصه تبعتك، شو انت بشو بتعمل، what you do، انت شو بتعمل. رقم اثنين، شو اللي بتكرهه، what you hate about it، ايش اللي بتكرهه بالموضوع. رقم ثلاثة، what is the solution. حكينا عن انت شو بتعمل، انت شو بتكره بالموضوع والحل اللي لقيته. يعني اذا ممكن نحكي عن قصة ركان لما بدأ البزنس. قصة ركان لما بدأ البزنس كانت سيمبل كتير. القصة كانت أنا كركان كنت بشتغل بنادي، كنت بشتغل بجيم، وبحب أحكي لكم ما كنت أكره الجيم. مو دائما حبايبي بتحكوا عن الوظيفة وكيف الوظيفة سيئة، حسب الشخص اللي قدامي. لو الشخص كرهان وظيفته بتحكي عن كره الوظيفة، بس لو الشخص مو كرهان وظيفته ما تقعد تطعن بالوظيفة، بتكون ماستر بالشغلات. يا حبايبي مش دائما تحكي مع كل شخص نفس الأسلوب، مش كل شخص تحكي معه نفس الأسلوب. listen to me. أول شيء إنه أنا والله كنت أشغال بالجيم، أنا حبيت الجيم عشان كل بالصورة. أنا بحياتي ما كرهت الجيم، لأنه كنت بساعد ناس، كنت بعمل مصاري حلوة، كان عندي كنترول على الجدول تبعي. بس اللي كرهته بالجيم، اللي كرهته بالجيم وعملت انفاسيز كبير عليها وتركيز كبير عليها، التايم، وقتي. ما عندي وقت لأهلي، ما عندي وقت لأصحابي، ما عندي وقت لأي شيء ثاني. كان كل شغلي 24/7. يعني لو انه انا صاحب شغل وشغال 24/7 مش مشكلة، بس انا مو صاحب شغل، شغال 24 ساعة. ليش؟ بعدين الحل كان اي جينيس. شفتوا كيف؟ شو بعمل؟ شو كرهت بالموضوع؟
والحل مرة ثانية. ضروري تركيزكم الكامل يكون على رقم اثنين، عشان رقم اثنين أكثر إشي فيها إيش؟ ريليشن. إذا وصلت المعلومة حطوا لي وصلت بالتشات. إذا وصلت المعلومة هاي لأنه كثير ضرورية، وصلت المعلومة حطوا لي، حطوا لي وصلت بالتشات. حلو أميزن. طيب أميزن أميزن. طيب شو بيصير؟ حلو، شو بيصير بعد الستوري؟ بعد الستوري بتدخل بالبرزنتيشن. بعد الستوري تدخل بالبرزنتيشن. بدك تحاول حبايبي، نقطة كتير مهمة، لما تكون دكتور أحيانا تعطيهم الخلاصة. فلما أنا أحكي مع شخص ومن كلامه يحكي لي إنه هو مشغول وما عنده وقت وا 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 وا، ما أروح أحكي له عن التعليم. يعني برضه بالعقل، يعني أنا واحد يحكي لي والله ما عندي وقت أتنفس وبدي أستثمر، ما أروح أحكي له والله ممكن تتعلم. إيش تتعلم مين يا حبيبي؟ أعطيني شو اللي عندك اللي ممكن يفيدني. أنا لما واحد بروح أشتري، بدي أشتري سيارة، ما بروح أحكي لي والله يروح أشتري جلد السيارة، هات السيارة خلص. فأنت حسب الشخص تعطيهم البرودكت اللي بيفيدهم أكثر إشي. هذا يحكي له والله مشغول، طب الذكاء الاصطناعي. في حدا يحكي جاي اتعلم، تعال اتعلم. في حدا جاي ياخذ توصيات، تعال خذ توصيات. اعطي المناسب للشخص. الا الناس اللي بتعمل ريكروتنج مخيف هي الناس اللي تفهم الناس اللي قدامها. طلعوا على التوب ناس اللي بتعمل ريكروتنج، بيعرف يحكم على الشخص، بيعرف كيف يعمل ايش الريليشن. هاي شغله مهمه، فبتبسطوها للناس حسب الشخص شو بيحكي، حسب شو بتعطوه. فعندكم تمام ابدا سهلوها، عندك التعليم الادوكيشن، تعليم الادوكيشن. واهم شيء لما قبل ما تنقل، سوري هاي نسيت النقطه هاي، قبل ما تنقل من السولوشن لهون اشرح كيف دخلت على الشركه. كيف دخلت على الشركه هاي كثير مهم. والله كان معي 1-2-3 بحياتي عشان هيك دخلت على الشركه. بعدين تشرح شو الشركه بتعمل. فهمت على كيف؟ ضروري تدخل بالستبس المعينة هاي، بتحكي عن الإدوكيشن، بتحكي عن التولز اللي هو التوصيات والشغلات هاي، بتحكي عن الاي اي. هلا إذا بدكم جد تدخلوا بديتيلز بديتيلز ممكن تحكوا عن اللايف ستايل. اللايف ستايل برودكتس. بس حبايبي سهلوها، ما تصعبوها للناس. 3-4 بارتس التعليم. التوصيات مو لازم نحكي له والله في خبره وفي مدري ايش وفي مكالمات، في تعليم، في مكالمات مسجله وفي مكالمات لايف سهله. الادوات في والله توصيات، في توصيات تحليليه وفي تعليم 1 تو 1، في اس كي سيستم. مش لازم اروح اشرح له شو يعني الاس كي سيستم، والله بستخدم طريقه فيبوناتشي، ما هو بيعرف شو يعني اصلا كلمه الدوله. تفهم فيبوناتشي؟ يعني بدخل مع ناس بيحسسوني انه سمبلسيتي حبايبي اللي بتبيع الناس. بعدين عندك الذكاء الاصطناعي شهره، عندك حبايبي عندك اثنين شغلتين، عندك جي سي فاندز، عندك كريبتو ليد. سمبل سمبل سمبل، خلوها سمبل للناس. طبعا بعد ما تشرحوا البرودكت، ماشي، بعد ما تشرحوا البرودكت تدخلوا اكيد بالكلوزنج، بتشوفوا من كل اللي حكيته، من كل اللي حكيته، هذا سؤال ممكن تسأله، من كل اللي حكيته شو اللي عاجبك اكثر شيء؟ What do you like best؟ هحكوا لكم تعملوا فوكس على الشغله هاي، لانه لو بتحكوا لغتهم حبايبي بسجلوا معه. اي حدا بتحكي لغته بسجل معه، اي حدا بتحكي لغته بسجل معه. وصلت ال1 تو 1 عشان نقلب البرزنتيشن. وصلت ال1 تو 1 سهلة ولا مو سهلة؟ سهلة. Amazing. طيب نحكي عن البرزنتيشن. طبعا في تشابه كثير بين الون تو ون والبرزنتيشن، بس البرزنتيشن اكيد يعني ممكن تسألوا اسئلة، بس حاولوا قد ما بتقدروا يكون عندكم الاجوبة قبل ما تشوفوا الاسئلة. الهدف بالبرزنتيشن حبايبي انه كل الناس عندها doubt، كل الناس عندها questions.
حاولوا تجاوبوا الأسئلة هاي before you start. يعني لما تبدأ البرزنتيشن رقم واحد احكي لهم how long قدي طول هالبرزنتيشن. رقم اثنين تحكوا لهم شو حيتعلموا البرزنتيشن هاي. رقم ثلاثة هيعرف لازم تشرح انت كشخص ايش الكواليفيكيشن اللي عندك انك تساعدهم. طب ركان هاي مش هاي ممكن تكون شوية ايجو. لا الكواليفيكيشن بيهيئهم انه انت شخص مهم، انه انت شخص عم تعرف شو بتعمل، بدك توريهم. بس شوفوا في خط كتير رفيع بين الايجو والكونفيدنت. يعني ممكن يكون هون في ايجو، ممكن هون في كونفيدنت. في خط مخيف بين الايجو والثقة بحالك، بدك تعرف كيف تمشي على الخط. بتحكوا عن الكواليفيكيشن اللي عندك، يعني بتدخل على المكالمة. حبايبي ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة، ان شاء الله حنكون مع بعض لمدة 45 دقيقة، وان شاء الله بإذن الله تعالى بآخر البرزنتيشن حتعرف 1 2 3 وحتعرفوها لأكثر من سبب. من الأسباب اللي 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 الشركة هاي ساعدتني وساعدت كثير ناس حول العالم، 1 2 3 صار معي 1 2 3. فمن الكواليفيكيشن تدخل على الستوري، نفس السيستم حبايبي، نفس الستوري هاي شو بتعمل، ايش بتكره عنه، والسولوشن اللي حكيته. بعد السولوشن، بعد الستوري سوري، تدخلوا بالبرودكتس. بعد البرودكتس تدخلوا ايش، تدخلوا بالكلوزنج. بس نرجع لنقطه مهمه، باخر البرزنتيشن بدكم تعرفوا كيف تجاوبوا الاسئله اللي انتم عارفينها تنسال. شو الأسئلة اللي بتنسأل كتير بعد البرزنتيشن؟ حطوا ليها بالتشات. ايه السؤال بنسأل كتير بعد البرزنتيشن؟ او شو سوري مو الأسئلة كتير، شو الاوبجكشنز اللي بتيجي، بالبرزنتيشن؟ يعني في ناس بتسأل إذا نصب، في ناس بتسأل حلال حرام، في ناس بتسأل قد ايش اسمه، في ناس بتحكي whatever. هذول كلها objections. فبدكم تجاوبوا الأسئلة هاي، توزعوها بالبرزنتيشن، توزيع بالبرزنتيشن. يعني مثلا إذا حدا مثلا بيحكي عن مسألة حلال وحرام بالتداول، ما شوفوا ما تدخلوا ديب، لأنه ولا حد فينا والله شيخ بيفهم الشغلات هاي. ولكن حل المشكلة سهل، يعني خاصة بعالم الفوركس سهل. في كتير بروكرات إسلامية، نفس السيستم في بنوك إسلامية، بتنهي الموضوع، تنهي السؤال أصلاً. في أسئلة ثانية، زي إنه شخص ما معه مصاري، أو والله من وين أجيب المصاري، ما معه المصاري. الأوبجكشن هذا ممكن أنتوا تحكوه بالستوري تبعكم، أو ممكن تحكوها بقصة. مثلا ممكن تحكي عن البرودكتس التداول، والله بعرف باع واحد من التيمات دخل معنا وما كان معه راس مال، وعمل 1 2 3 دخل راس مال ونجح بهالمعلومة، بوم انتوا شلتوا قصة الايش الاوبجكشن تبعت ما معي مصاري. والله كله تسويق، احنا اصلا ما حيحكوا، شوفوا ما حيحكوا انه كله تسويق الا اذا دخلتوا بقصة النتورك ماركتينج. حبايبي نصيحة من اخوكم، في قانون بحكي لك lead with the product، and add the business at the end. يعني انت بتعمل leading بالproduct، اخر المحادثة تحكي انه في كتير في عندنا سيستم مشابه للامازون، مشابه للاي باي، مشابه لكل الشركات الكبيرة ممكن تكون affiliate. شوف الكلمة affiliate معنا، كلمة كيوت affiliate معنا، ممكن تستفيدوا من اي حدا حابب يدخل بهالمجال. فهمتوا على كيف؟ فبتدخلوهم بمود كتير مهمة. طيب نرجع نعيد. فرقم واحد لما تبدأوا البرزنتيشن تحكوا قديه هتطول، تحكوا شو هتتعلموا، تحكوا عن الكواليفيكيشنز. من الشغلات المهمة تحكوها، طبعا هاي احنا حكيها لسه قبل، يعني قبل الكلوز بيكون هون تقريبا موجود هون، البروبلمز.
المشاكل. هذا وين انتو بتسكروا كل الأبجكشنز. المشاكل اللي بالدنيا حبايبي ما حد يضحك عليكم يحكيكم انه حتحسن البلد ولا المدري ايش حيطلع. يعني كثير ناس تحكي له ان شاء الله حيتحسن يعني هون كنت بتركيا ان شاء الله حتتحسن التركيه. ما حتتحسن ما تتحسن. واذا تحسن بعد 20 سنه تحسن، ما تحسن اليوم ولا بكره ولا بعده. فتحكي عن المشاكل، البطاله بالعمل، الناس اللي مش شغاله، الناس اللي مش لاقيه تاكل، الناس اللي قاعدين ببيوتها مش عارفين شو يسووا، الناس اللي ما معها مصاري، كل هاي مشاكل ممكن تحكوا عنها دائما وابدا. مين بتفرج فيكم زي موفيز للمحامين؟ شو يسوي المحامي؟ المحامي بيقدم الكيس تبعته مع المشاكل وبعدين بلاقي حلها، بعدين بيعطيك الاوبجكشن. طب بيعطي كل شيء بعدين بيجي من هون بيعطيك اياها. فكتير ضروري بتركزوا على البروبلم. فقديه حتاخذوا؟ شو حتتعلموا؟ شو المشاكل اللي بتواجهوها اليوم؟ شو الكواليفيكيشن تبعتكم؟ بعدين تدخل بالستوري، بعد الستوري برودكت، بعد البرودكت كلوزنج. طيب نحكي عن الكلوزنج حبايبي. طبعا ما عندنا وقت كثير نحكي عن الكلوزنج اليوم لانه في حيكون احنا شغله معينه عندنا بالكلوزنج. ولكن من الشغلات اللي ضروري تفهموها بالكلوزنج حبيبي حبايبي، احسن نصيحه اجتني من وانا صغير بالبزنس اللي ركان you always have to be confident. Confident with what you sell. Because if you're not confident with what you sell, you will never be competent. If you're not competent, you'll never sign up anybody. يعني بالعربي. إذا ما كنت في عندك الconfidence, الثقة العمياء باللي بتبيعه, ما حتكون عندك الpower إنك تعطيهم مجالهم. حبايبي, معظم الناس بحياتها بدها حلول, بدها solutions. وعم بستنوا leader يعطيهم solutions. احسن الكلوزرز بالدنيا ليدرز بدك تعمل ليدنج للناس. هم عندهم مشكله وانت عندكم حل, اعطوهم الحل وتكون واثق بالحل. لما شخص يقول لك هل انت واثق؟ يس, مليون بالميه انا واثق, مليون بالميه انا واثق. فلما يلاقوك ويشموا الثقه عندك مليون بالميه 100% حتشوفهم يسجلوا معك بدون اوبجكشنز. على فكره كثير من المرات اللي انا بحكي مع الناس ما بكون عندهم objections. ليش؟ انه حكينا بثقة كاملة, حكينا بثقة عمياء. وصلت الفكرة؟ حنهي بقصة وبعدين ناخذ كم سؤال من الحضور. جهزوا لي اسئلتكم عشان ايش ندخل فيها كمان شوي. احكي لكم قصه عن كنت احكيها بالبدايه هاي مش الشغلات اللي صارت مع كوتش احمد. بتذكر كوتش احمد مره رن علي, كان جديد بالبزنس, ما مو مسجل حدا بالبزنس. رن علي قال لي ركان بدي اياك تعلمني البرزنتيشن. فدخلت معاه ساعتين, أسوأ ساعتين بحياتي. تعال اعرف احكي هيك. ساعتين مضيعت وقت. فبحكي له مثل البرزنتيشن, قال لي يوم السبت حيكون في برزنتيشن كبير ركان وبدي قاعة واسمع بدي 100 واحد يكون على المدري ايش وحتكون كبيرة و فأنا قلت له ماشي يعني good for you. فبندخل يوم السبت بدأنا المكالمة. المكالمة مستحيل انساها, كانت على الساعة 7 بتوقيتي. انت عارفين يوم السبت الساعة 7 بتوقيتي, يعني اسمعوا خلص احنا يوم السبت بالليل بدي اطلع بدي اروح ارقي الراس اركيل لان الراس بتوجعني من طول من الصبح شغال. 7:05 ما حدا بدخل, 7:10 ما حدا بدخل. فبحكي له ها احمد شو صار؟ وين الناس؟ 7:03 بحكي له برو خلص سكر المكالمه ما حد حيجي. قال لا ما هيهم جايين يا احمد, ما حد حيجي.
ما حدا جاي، مو اصعب مني، اصعب اخوك، ما حدا جاي. فسكرنا المحادثه، ويعني احمد ما سمعت منه لمده يومين هيك، فعل طفى تليفونه وراح. رجع لي بعد يومين قال لي مان كنت معصب وكنت متضايق وتفر، طفيت التليفون هاي راجع هلا بدي اعمل برزنتيشن، عمل برزنتيشن ثاني بس بدون، وعزم كثير ناس، والمكالمه هاي يعني من البوش اللي عمله احمد على السوشيال ميديا كثير ناس دخلت على المكالمه، دخل المكالمه عملها ما فيش ولا شخص سجل. تخيل يكون في 100 واحد على المحاضره وزيرو حدا يسجل. يعني انا توقعت بعد البرزنتيشن يطلع صاروخ لفوق. فما كنت انا على المكالمه، فرجعت سمعت الريكوردينج، وباين من حكيه حبايبي مو انه مو واثق من البرودكت، بس في خوف. عمركم سمعتوا لحدا وممكن تشموا الخوف من عندهم؟ هيك بتحسوه بني ادمين، سبحان الله، ممكن تحسوا الخوف من عندهم، ممكن تحسوا انه مرتبك، ممكن تحس انه مو واثق من عيونه، يطلع عيون الشخص وعارف انه الشخص هذا على فكره مش 100% يعني، ممكن بس مش حاسه. قلت له احمد لو بس غيرت نبره صوتك، بس نبره صوتك، وكنت واثق 1000000% باللي بتحكيه، وكنت شديد وستريت، اوعدك كان كثير ناس ممكن حسجته. وريته اكزامبل، بعديها باسبوع جرب اكثر من مره، حكى جربها اكثر من مره، عمل اكمل برزنتيشن 1 تو 1. الاسبوع اللي بعده حط 50 واحد على البرزنتيشن، وفوق تقريبا 22 واحد، مستحيل انساهم، فوق ال 22 واحد سجل من 50 واحد، روح خبط الرانك. شغلات صغيره حبايبي البرزنتيشن ممكن تغيرهم، التكرار 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 ممكن اغير مجال البزنس عندك. انا الببليك سبيكينج غيرت حياتي، غيرت حياتي بكل مكان، طريقه الالقاء، طريقه الحكي، طريقه اسمع الستوريز، طريقه اشرح الستوريز للناس المتزوجين. اذا متزوج وبدك تسكتها اعطيها ستوري، اعطيها ستوري وخليها تتخيل، انسى، خش بمزاج ثاني. انا مو متزوج بس بعطيكم نصايح، لانه ما شاء الله تبارك الله ايش بتعامل مع كثير ناس متزوجين. يو ويلكم حبايبي، يو ويلكم. طبعا هاي البوينت اعطيكم اياها، شوفوا انا مو متزوج وبعطيكم النصيحه بكونفيدنس على اساس انه ايش نجربها. بس يا عمي اسمع مني، اخوكم بالله بيعرف شو بيحكي. حبايبي لسه كل اللي تعلمنا اليوم جزء تاكتيكال، وجزء ايش، جزء من جوات. رقم واحد، نصيحه قبل البرزنتيشن، حاول انه يكون في بوزيتيف ثوتس فقط في عقلك، يعني ما يكون في شغله نيجاتيف. معظم الناس بيدخلوا طب والله شو صار اذا ما سجلوا، طب شو صار اذا صار في نيجاتيف على البرزنتيشن، طب شو صار، وما عم بيركزوا على البوزيتيف، لانه اللي بتركز عليه بيكبر. اذا انا عم بركز انه قد ايه البرزنتيشن حتكون رائع وكبير وحيكون بوزيتيف للناس، اسمع مني حيكون بوزيتيف للناس. لانه حتى لو في عندك نيجاتيف ثوتس بعقلك ويعني دخل على البرزنتيشن، الناس هيحسوها، بدك تعرف كيف تحكي وانت عندك بوزيتيف. فهمتوا على كيف؟ فاذا في عندكم اي اسئله على السريع، معنا هيك دقيقتين ثلاثه، حاب اجاوب اي اسئله عن البرزنتيشن. دائما يلي في الملعب ما بحس، يس مليون بالمية، الله يعافيكم حبيبي، ثانك يو. حلو، في سؤال، اذا بيسالكم عن نتائجكم، شوفوا احسن جواب، اسمع 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 مني. سؤال جدا جميل، اذا حدا سالكم عن نتائجكم شو تردوا عليهم؟ احسن جواب وتعلمت وغير مجار البرزنتيشن، قل له نتائجي
ما حتكون نتائجك، ونتائجك ما حتكون نتائج. لانه اذا انا اليوم، اذا انا اليوم حكيت لك انه بشهرين عملت $1,000,000، الاكسبكتيشن تبعتك انه انت بشهرين تعمل $1,000,000. بس انا لو حكيت لك انه بشهرين ما عملت إشي، فانت توقعك انك ما تعمل إشي بشهرين. فكل واحد فينا عنده نتائجه الخاصه فيه. فمو حابب اوريك شغله يكون انت خلص عندك المايند سيت فيها انك تصير معي، وبدخل لهم بقصه على السريع ستوري. اي اوبجكشن عندكم بالدنيا حابب تدخل بستوري، حكم ستوري. انا اخذتني 4 سنين اخبط الكراون. طب في عندنا اللي درازك شجعكم سنين اخبطوا الكراون باول سنه سنتين. فانا حاولت انه ما احكي لهم القصه تبعتي عشان ما يفكروا انه والله هم لازم يخلصوها ب4 سنين، خليهم يخلصوها بسنه بسنتين. في ناس انا كركان اخذت الاي بي اي سنتين اوصل لها سنتين. طب في ناس عندنا بالاورجنايزيشن خلصوها 6 شهور. بس لو حكيت لهم انه انا وصلت بسنتين، توقعات من هم حيوصل سنتين، وانا ما بدي الشغله هاي. انا بدي يكون عندهم اكسبكتيشن صح، يكون عندهم ايش، ويمشوا على السيستم اللي هم حيمشوا عليه بدون ما يشوفوا النتائج. ممكن توريهم نتائج فريق، نتائج شوف الناس هي، شوفنا بجروباتكم الشغلات هاي. نتائج الشخص احسن اوبجكشن. انه حبايبي ما بدي نتائجك تكون نتائجي ولا نتائجي تكون نتائجك. احسن جواب. طب سؤال تاني، كيف ممكن نلاقي ناس بشكل منيح، بالذات للناس اللي على السوشيال ميديا عندهم ضعيف؟ اميزنج. علي احكي لك قصه. انا لما بدات على السوشيال ميديا كان عندي 100 فولور. اكمل خلص، يعني المفروض انه انهي الاوبجكشن تبعك هيك. 100 فولور، بس تعلمت كيف ابني السوشيال ميديا تبعي. معظم الليدرات اللي بتشوفهم اليوم ما اجوا، يعني لو بشوف انا من كل اي بي اس اللي عندي تقريبا 80% ما اجوا عندهم ما عندهم انفلونسر، الذي ما عندهم ناس ربع على السوشيال ميديا بنوا السوشيال ميديا تبعتهم. فاحنا كجي سي اورجانيزيشن نعطيك المهارات اللي ممكن تبني فيها السوشيال ميديا تبعتك عشان تجيب ناس هي اللي ممكن تكبر فيها. فالناس الشخص اللي بحكي طب انا ما عندي والله سوشيال ميديا، هذا اوبجكشن. طب تعطيه ستوري. انا ممكن اوريك اكثر من شخص خبطوا الاي بي اي والله عندهم 200 فولور على الانستغرام. ما دخل ابدا. وفي ناس عم بتدخل الاف الناس ما عندها كثير فولورز، بنوا حالهم. يعني في ناس تسأل عن مخاطر التداول والخوف. اكيد 100% اكيد في حكون مخاطر التداول، هذا إشي نورمال، ولازم توريهم انه هاي شغله نورمال. على فكره اي شيء بالحياه اللي فيها هاي ريورد، يعني ممكن تعمل كثير مصاري منها، اكيد فيها خطوره، ولكن احنا بشركتنا الهدف انه نقلل الخطوره هاي ونعطيك الخبره عشان يساندوك توصل للمرحله بدك اياها بدون والله ما تضيع ملايين الدولارات عشان توصل للنتائج اللي بدك اياها. هل اللي محتواهم ترفيهي مخلوط بالتعليم يقدروا ينجحوا بالسوشيال ميديا؟ 100%. اعتقد كوتش مصطفى اعتقد كوتش مصطفى كوتش مصطفى انا من الشغله حكيت له اياها. قلت له محتواك حلو وفاني، يكون في ميكس على التنتين. في قانون بحكي لك people need people want to be to have edutainment. Edutainment هو ميكس من education والentertainment. فأنا بطلع كتير على السوشيال ميديا، بضحك، بعمل شغلات فاني، بتمسخر على شغلات زي هيك. وفي أيام هاستريك بحكي عن البزنس وبحكي عن شو بصير وبحكي. فالناس تكون فيها entertainment. سؤال كتير حلو. ايش كمان؟ يلا حبايبي اخر سؤال. وين الو؟ تعال ادخل. كيف احمس الناس؟ حبايبي شوفوا، حماس الناس معظم الاحيان لما انت تكون متحمس كشخص، الشخص قدامك حيكون متحمس. مين فيكم قاعد مع شخص قبل هيك او قاعد بمكالمه والشخص بجوز ما اعطى شغله سبيسيفيك بس كان متحمس، فانتوا حماسكم اوريدي طلع.
دائما. هاي من الشغلات اللي كتير كتير مهمة. كيف نكتب؟ طيب السؤال كوتش كيف نرتب؟ طبعا هذا اخر سؤالين بس في عندي كوتش برضه بدي اطلع يحكي لكم كلمه كلمتين قبل ما ننهي. كوتش كيف نرتب وقتنا وما نضيفه ونبدا نشرح من شرح شلون نرتب الوقت انا تشبيه. حبايبي يكون عندكم سيستم معين. يعني انا من الاشخاص أنا من الأشخاص اللي لما الناس يتواصلوا معي عشان يسجلوا يا بعطيهم رفر لحد ثاني أو بيكون عندي سيستم معين فيا بعطيهم فيديو عشان يتفرجوا الفيديو قبل ما أنا أحكي معاهم. لما يدخلوا أوريدي خلص عندي 15 دقيقة سموها كلو. هاي هنحكي فيها بموضوع الكلوزنج أنا عشان ما خلص المهارات عادين. فالشغلة كتير 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 مهمة إنه ندخل بالمواضيع هاي وما نطول الموضوع، ما تضيعوا نتائج، ما تضيعوا وقتكم. أكتر إشي ثمين عندكم. أنا مو مستعد أقعد مع أي حدا 3 ساعات 4 ساعات أشرح له برزنتيشن. ما حضيع وقتي، ما حضيع وقتي. short and sweet. سعد عزيز معاي؟ yes yes حبيبي معك. انا عارف انه فانا كنت عبد العزيز قعدنا تقريبا 3-4 ايام مع بعض بالسعوديه وبجوز شاف كثير برزنتيشنز انا قعدتها مع الناس في دايركت وان دايركت. يعني في ناس اصحابي قعدت معاهم من زمان فما شرحت لهم برزنتيشن بس اعطيتهم برزنتيشن. فبتعرفين البرزنتيشن هاي بالحب بتيجي اللي هيك بتلف قاعده. فبدي اياي اعطيكم بس اكمن تيب وكمن شغله شافها لما انا كنت قاعد مع الناس لانه اكيد في كليكات صارت. فاذا كنت عجيز خذ لك دقيقتين بشرح ممكن تعطيهم كم من تيب ورا بالضبط شو اللي صار معك وشو اللي سمعته اللي عمل لك كليكات قعدتنا مع الناس. يس حبيبي ثانك يو. سو يعطيكم العافيه حبايبي. بدي اطول عليك كثير. ثانك يو كوتش ركان. خليني انه بدي اختصر لكم القعده اللي كانت مع كوتش ركان. تو بي اونست اول مره كنت بشوف فيها كوتش ركان كانت بالاسبوع الماضي وريلي قبل ما ينزل على السعودية كنت أحكي له إنه I just can't wait to meet you. ريلي زي ما تعرفوا أنت هو الجراند أوفلاين كوتش ركان. فحرفيا وأنا من أول يوم حكيت مع الكوتش أنا بحب من النوع اللي بحب أسمع كثير بدون ما أحكي. يعني حتى كل الميتينجز اللي كنا عاملينها سوا كل الميتينجز اللي كنا ندخل فيها سوا سواء مع أصحاب كوتش ركان أو مع الناس اللي كان بدهم يعرفوا introduction عن البيزنس تبعنا. So كانت really hits different لما كنت بشوفه وبطلع كيف قاعد بيحكي وكيف كل ستوري بيجيبها بطريقة معينة بطريقة اقناع. So زي ما شفت انت اليوم البول كان عن اقناع وعن البلو والريد والانواع الاشخاص اللي انت كيف تحكي معهم. So it's that really hits different. وخلينا نكون صريحين كان عندي business meetings قبل offline بس ما كانت بمثل قوة لما قعدت مع كوتش ركان وريلي تبادلنا كثير معلومات كثير اشياء. ويس ذاتس ات. مش بطول عليكم اكثر وسوري اذا في ازعاج شوي عندي وذاتس ات حبايبي. رجعتنا بالسعوديه حتكون اول باذن الله. يس اوف كورس ات اكتوبر كانت ويت والله. طيب حبايبي نحكي شكرا لكوتش عبد العزيز بالشات وبشكركم لكل الناس اللي دخلت على المكالمة اليوم. طبعا زي ما عارفين كل اسبوع احنا من الاسبوع الجاي حيكون في سكجول معين حينحط بالجيم تشينجرز اريبيا تليجرام عشان بتشوفوا الاسبوع كله بتداول والمكالمات. احنا عندنا مكالمتين مكالمه الون برسنتر اللي بتكون 9 بتوقيت الاردن والسعوديه كل يوم وينزداي ومكالمات ريتش كل يوم سبت بإذن الله تعالى. مكالمة ريتش الأسبوع هذا حتكون رائعة جدا. كتذكير أخيري إحنا عندنا 3 أيام إنفلونسر بوت كامب يوم 19-20-21 فضروري تكونوا طالعين على رنك الإنفلونسر. أول يوم حيكون عندنا إنتنسيف بوت كامب من مستر توني روبنز وحيكون شغلة جدا 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 قوية وأميزين. حبايبي ثانك يو كثير لكل الناس وآي كانت ويت إنه كلاتكم تكونوا موجودين على الإنفلونسر بوت كامب يوم 19-20-21 لأنه حيكون عليها مفاجآت وجيف أويز و و و و. ف
فترقبونا نراكم الأيام ديك. السلام عليكم.